في كتير ناس يعني مغتربين عم يبعثوا مصاري لأهاليهم، لولا هالمساعدات اللي كان عم تجي من للناس يعني اليوم في كتير عالم عم تبعث مصاري لأهلها كرمال إنه يعني يساعدهم بمصروفهم اليومي. يعني نحن هون شركة حوالات عم نستلم الحوالات تقريبا من كل الدول. يعني بالنسبة لطبيعة شغلنا اليوم عم يعني مثلا أنا اليوم بدي بيع دولار 10,000 دولار، لبينما عدد المصاري بلاقي حالي انه طلع الدولار 50 ليرة، فبدأ يعني المرابح قلت بشكل كبير. هاي دفتر الديون. الاسعار كل يوم شكل، يوم طالع ويوم نازل، يعني ما نعرف ايش بدنا نسوي. يعني ما عم يوفي دخل المواطن ما عم يوفي. يعني اليوم قرنية الزيت حقها 21,500 وراتب الموظف 50-60 ألف، ياخذ له قرنية زيت وخمس كيلو سكر ونص كيلو شاي خالص الراتب، شلون بده يعيش باقي الراتب؟ نجي اخر المساء تنسدد التجار، احنا خالصين الفواتيرنا كلها ما عم يعطونا بالسوري، كلها شرك سورية، ها كل فواتيرهم بالدولار، تروح تودي تشتري يقول لك روح اقلب مصاريك دولار وجيبها. ها تقلب تروح تبيع، يعني مشان طالع يعني فرقه المسد تجي تسكر الحساب خسران انت.